بسم الله، السلام عليكم أخواتي المشاهدات. معكم أم سارة لأول مرة على اليوتيوب، ولأول مرة راح ندير لكم منفوخ بخمس بيضات، شوية ملح ونصف كيا خميرة كيميائية فقط، وزوج ولا ثلاثة مغارف تاع الزيت للقليان. شاهدوا معايا، نديرو البيض نكسروه. بسم الله، بسم الله، ديرلها شويه ملح، الملح على حساب الذوق، كاين يحب بزاف مالح كاين ما يحبش، دونك على حساب الذوق ديري جوست اون بانسي د سال. وبالباتور الكتريك، اللي ما عندهاش الباتور الكتريك تستعمل الضراب اليدوي، بصح بالضراب اليدوي لازم شويه مجهود. بسم الله، شوية لا فيتاس كدا نزيدو لها لا فيتاس، نقولكم زوج مغارف تاع فارينة، زوج مغارف تاع فارينة، نعاودو خمسة بيضات ضربيهم مليح بالباتور إلكتريك ولا بالضرب اليدوي، شوية ملح، زوج مغارف فارينة ونصف كيلة خميرة كيميائية. لازم البيض ضربيهم مليح يكون بلونشير للزوج، لازم يولي السائل هذا يولي خاسك أبيض. هاولي كيفاش ولا الخليط ولا خاسك ابيض. واش نديرو دوكا؟ ناخذ هذيك لافارين بلا باسوار هكذا ولا غربال، سيري هذيك لافارين، زيدي نصف كيا خميره كيميائيه ولا لا ليجير شيميك، ومعلقة ولا مغرف غرفة نحركيها بلا عقل، كيما نحركو لاجينواز كيما تتحرك لاجينواز بلا عقل، باش ما تهبطلكش هذاك هذوك لي زو ما يهبطولكش هكذا بشوية غير بالعقل، حتى يكون عندك ميلونج هوموجين ولا خليط متجانس مليح. زيديه حتى تذوب كامل هذيك لافارين داخل هذوك البيض،
نكملها كمان معاكم، نكمل الخليط مع من بعد نعاود نولي لكم نوري لكم كيفاش نطيبوها. دونك جينا للطياب، ديري المقله تاعك فوق النار تكون مويان، ما تكونش ني لازم ما لازمش تكون قويه بزاف باش ما تحرقها لكش، هكذا تجي مويان. نعاود نزيدنا نرقلي فيها، ديري زوج مغارف تاع الزيت هكذا، السحر كي كامل هكذا. اللي يحب يديرها بزيت الزيتون نورمالمون هي مليحه بزيت الزيتون، تجي بنتها هايله، بصح اللي ما عندوش ولا اللي ما يحبش يدير بزيت سونغو هكذا. ونفرغ هذاك الخليط، ندير هكذا شويه، ندير نسي سي هكذا، فوالا بدات الزيت سخونه، فرغيها فرغيها غير بشويه. واسي هادوك التبغير بالعقل. دوك طريقه كيفاه نروليو هاد المنفوخ، هذا منفوخ هو نورمال سي تاع بيض مرولي هكذا، ماشي كيما ماشي كيما ما تجيش هي من عائله المشوشه، لا ميم فامي تاع المشوشه، بصح هذه ما تجيش هكذا قرصه، تجي بسكوي رولي كيما البسكوي رولي، سيها غير بشويه، النار لازم تكون خفيفه. هكذا هكذا نبداو نرولو فيها غير بشويه هكذا، شوفي سيدتي شوفي في اخواتي شوفوا اخواتي، نروليها هكذا بشويه ونبوسيها من نطبعها من هنا. لازم المقله تاعك تكون مقله طفال ولا مقله تكون ثقيله باش ما تلصقلكش، لا ما لازمش تلصقلك لا هذه الكيفيه. ها نزيد نرولي شويه، ودو بريفيرونس تكون عندك مقله شويه كبيره على هذه، الا درتي الا درتي خمس بيضات تقدري ديري ثلاثه باش تسييها، تقدري ديري زوج، كل وحده وكيفها. هايلي او فور يا مزور او فور يا مزور ندورو فيها هكذا هكذا هايلي، ونطبعو منها. هكذا ونطبعو زيدي طبعة شوية، زيدي طبعة بعيها هكذا اللوط، وروليها وفوغ يا ميجا هايلي هايلي تجي هايلة. تجي هايلة شوفي هاها، تيسقميها كاملة باش ما تجيكش معوجة شوفي. وكان جات المقلة كبيرة على هادي المنفوخ تاعك يجي طويل اكثر من هذا، بصحكم المقله صغيره هذا واش عندي انا في الدار، المقله صغيره جات صغيره هكذا، مي هي اون فيريتي تقدر ديريها تجيك طويله على هذه. هاي زيدي نحولها كامل هادو لي تحرقو لنا، واش بيكمش تحرقو عندك. زيدي دوري عايدك مرة
هذا كيفاه يطيب المنفوخ. هذا نسموه في المنطقه تاعنا المنفوخ، منفوخ سي ان سوفلي، هكذا يبان لك دوكا كيما السوفلي. تقدري الى شربت كامل الزيت تقدري ديري زيدي لها شويه تاع الزيت، شويه تاع الزيت باش تطيب فيها. راني قلت جيبي ان بلاطو قدامك باش ما تكون لا هذه لازم تكون تكوبا ومغصو، دونك باش ما نجرحوش باش ما نجرحوش المقله نجيبوها فوق نطيها فوق ان بلاطو هكذا، نحي هكذا على الغاز و نكوبيوها غير شويه هكذا. نعاودو نرجعوها، نرجعو المرصوات هادو نرجعوهم للمقلاة عاد تديهم. تقدر ديريهم مرصوات صغار، تقدر ديريهم مرصوات كبار كيما حبيتي. تقدري تاني تنقصي لافارين باش يجيك خفيف على هذا. تقدري ديريها كاريمون سون فارين، تديها بلا لافارين ثاني تجيك هايله بلا لافارين. دي لها مغير تاع الزيت برك باش تطيب هذيك مع الحركيه هكذا باش الزيت كامل. دوريها هكذا باش يطيب الوجه تاني، الوجه الآخر يطيب. هذا نشربوا فيه به القهوه صباح ولا العشيه، ونديروه سورتو نديروه سورتو للنفسه كي يكون عندنا ضياف، يكون عندنا مجيود جديد ويكون عندنا ضياف نديروه، سواء نديرو مشمشه ولا نديرو هذه. بعد ما طابت هاي لك في صحن التقديم، تقدموها مع شويه تاع العسيله. هاي لك كل واحد يرفد مرصو تاعو ولا زوج يغمضوا في العسل ويشرب به قهوه بالصحه ولهنا. صدقوني اخواتي المشاهدات، هاد الوصفه بنينه بزاف ومليحه للضياف سورتو ولا للدراري في الدار كي كيما يكونش واش باش يشربوا الحليب، مليحه مغذيه فيها غير نزيدوا شويه تاع فرينه ما فيهاش مكونات كثيره، وهي اقتصاديه وسهله وبنينه بزاف. نتمنى تجربوها ونلقى تعليقاتكم ان شاء الله. دمتوا لي رايكم في هذا المقطع، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، ونتلاقاو في وصفه واحده اخرى.